حانوت ذي في وين هو في منطقة الحانوت حدا لوتيل حدا اسمه لوتيل ودي عريش ولو ما حد هذا كسكسي كسكسي مصفوف مصفوف بالواحد في مرة بسباس وزر قديم أما حاجة ما عملت من معلمة الكلكي حاجة عالمية صوريكم هنا شوي بسباس وخبديد وزف حاجة تيبيك مو جربية اللي يزم تمرك تدفل المنيون تاعنا في الدار ضيخنا عماد من رستوران حانوت حاجة غير على الأخرى مية رب خربور كاتيبري في الجزيرة أقوله وعندهم لوتا تراس وفوق مكلة عربي طير على الأخر مكلة كل شيء موجود عربي سوري إيطالياني اللي تحب أنت حتى كان حاجة مش موجودة في المنيو تحب نعمله لك تدلل تس تليفون تكلم نعمله لك اللي تحب عليه أنت موجودين في قلب حومة السوق مقابلين الكنيسية بحذا قهوة الفندق اسأل أي واحد في البارتي هذه موجودين ويعرفونا ومرحبا بالناس الكل وننصحكم تجربوا المصفوف الجديد وبلوزف حاطة على وشنو آخر ما جربتوش جربي جربي الروز جربي بالكلمات الفرنسية هذا ما جربتوش مقرونة بالعلوش حاجة عالمية بالحق الكاليتي طير على الاخر كل شيء فريش كل شيء في وقته اكيد من الصحه على مينوت فوالا دونك وعندهم سباس لوتا لوريت البارح وعندهم سباس هنا في التراس طير على الاخر مره اخرى شكرا لجماعه حانوت الكل عايشك مرحبا ولنا عاوده ان شاء الله ان شاء الله